اهلا بيكم زملائي دكاتره القلب والبطنه في اسكندريه ومصر كلها. انا بتكلم نيابه عن الاي سي سي. طبعا ان شاء الله هيبقى عندنا يوم 18 ديسمبر الفيرتشوال ميتنج الاي سي انستيتيوت، وان شاء الله كلكم تحضروا الفيرتشوال ميتنج ده لانه هيبقى حاجه مميزه للامريكان هارت اسوشيشن ترايلز اللي كانت موجوده السنه دي. ويمكن زميلي الدكتور طارق الزواحي يقول لكم على كل الايتيمز بتاعت الامريكان هارت اسوشيشن ترايلز ان هي البيست اوف ترايلز. وزي ما احنا متعودين ان احنا الاي سي هو يعني هو مستشفى ومركز قلب، ويمكن اكبر مستشفى قلب موجوده في مصر على انها راوند 72 سرير قلب وجراحه قلب وجراحه اوعيه دمويه، في اوضتين قسطره، في نون انفيزيف لاب، في الكتروفيسيولوجي، في انترفينشن كارديولوجي، وفي كلينيكال كارديولوجي. لكن اهم من كده ان احنا عندنا سي ام اي لدكاتره المستشفى وخارج دكاتره المستشفى، يعني بنعمل حاجات سي ام اي داخل المستشفى نفسها، يعني داخل المستشفى بنعمل سي ام اي للدكاتره، بنعمل حاجات لوكال كونفرنس صغيره. لكن احنا كاي سي، انا اي سي كلاب بدا من سنه 2000، ويمكن كان بيتعمل كل شهر، وبعدين عملنا اي سي انستيتيوت في اخر 5 6 سنين، وكان بيتعمل كل 3 شهور، وعملنا لايف كيسز من الاي سي سي. ويمكن الاي سي شيب مساهم كمان في كارديو اليكس طول السنين اللي فاتوا، زائد ان الاي سي سي لايف فيه برضو بيتعمل بره مصر، يمكن يتعمل في تونس، يمكن السنه دي برضو الحقيقه النهارده يعني بنوضب على اساس نفس اليوم بتاع يوم 18 هننقل قبل الاي سي انستيتيوت، هننقل على بافسك ميتينجز لايف كيس من ان شاء الله الاي سي، وبننقل حاجات انترناشونال على السعوديه وعلى الامارات وعلى امريكا وهكذا. الجزء اللي هو الساينتفك الاساسي بتاعنا ان احنا بنعتمد بنجيب لحضراتكم ايه البيست اوف ترايلز، او ايه هي الكيس ايفيدنس بيست، وبعدين ده بيبقى سبونسر بكمبانيز، والكمبانيز بيلاقي جاست سمول ليكتشر صغيره، بس مش دي الاساس. الاساس ان احنا نعمل سي ام اي، وده مش بيبقى برضو بس دكاتره الاي سي اللي هم شيرنج، لا دكاتره اسكندريه وبره اسكندريه بيبقوا شيرنج، في سواء بقى سبيكرز او تشيرمنز. والاتندي احنا عندنا في الكلاب بتاع الاي سي راوند 250 ثابتين، بنزود معاليهم كل شويه او بنغير حسب ما الناس بتسافر او بتمشي، بيبقوا دول هم الاتندي بتوعنا. بلس ان احنا بدينا نعمل فيرتشوال ميتنج صغيره، المره دي هيبقى يمكن اكبر فيرتشوال ميتنج يتعمل في الاي سي انستيتيوت على مدار من الساعة 4 لغاية الساعة 10 بالليل، 6 hours different doctors و different trials. أتمنى إن إحنا اللي إحنا بنعمله في الـ ICC كـ institute، لأن الغرض من الـ ICC مش just a private hospital، لا، إن أنت تقلبها كمان institute scientific، والغرض منه CME، والغرض منه إن أنت تشارك علميا مع كل الدكاترة في أي obstacles موجودة عندهم وكيس ايفيدنس بيز. وده مش هيوعدكم، مش ده هيبقى اول فيرشن، ان شاء الله هيتكرر الفيرشن، وان شاء الله يبقى فيه هايبرد كمان في الاي سي انستيتيوت الفترة القادمة لغاية ما يبقى بيورلي فيزيكال ان شاء الله. اتمنى الله ان ربنا وفقنا، وكلكم لازم تخشوا على اللينك بتاع الاي سي انستيتيوت اللي هو هيبقى يوم 18 ديسمبر ان شاء الله اللي جاي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور طارق الزواوي، استاذ امراض القلب كلية طب اسكندرية، وبورد ممبر اوف دي اي سي سي انستيتيوت اند كارديو اليكس ممبر. ان شاء الله يوم الجمعه 18 ديسمبر سوف يعقد الاجتماع العلمي الاي سي سي انستيتيوت من 8 الى 11 مساء. الاجتماع سوف يعقد فيرتشوال عن طريق الزوم ميتنج. الساينتفك بروجرام اوف ذيس ميتنج ويل كونتين ابديتس اوف ذا American Heart Association held in November, من 13 ل 17 November 2020. All the updates of this scientific meeting, including the recent trials and researches, will be presented. The scientific agenda will include part of the or highlights of this scientific meeting in the field of dyslipidemia, heart failure, the arrhythmia, coronary artery disease, even the COVID updates of the COVID and the cardiovascular
disease presented by the American Heart Association. And I hope that you will attend this meeting with us and chair with us this scientific meeting عن طريق Zoom meeting إن شاء الله. وأنا بدعو زملائي الأطباء القلب في جميع أنحاء الجمهورية وخارج جمهورية مصر العربية للمشاركة سواء بالاستماع أو even بالdiscussion في this scientific meeting. وإن شاء الله نتمنى أن في اللقاءات الأخرى تكون فيزيكال ويكون بعد عنا هذا الوباء إن شاء الله ونتقابل على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.